وعودة معكم مشاهدينا من بعد الفاصل. وأكيد الطبق الأول سلطة الشيف اللي عملني طبق لذيذ جدا، بنصحكم تجربوه بالبيت لأنه رح تنبسطوا وتحسوا هيك إنه عم تاكلوا شي نوع من السلطة الجديدة، وخاصة هالتنوع بقلب هالسلطة الشهية. نحن مشاهدينا الطبق الثاني كمان رح يكون في عندنا لحم بتلو، ولو بطريقة بسيطة رح يكون في عندنا هيك منكهات خفيفة. نحن بس ناكل هالطبق رح نتلذذ بنكهة جديدة. خلينا نشوف المكونات. مكونات لحم بتلو مع الخضار: نصف كيلو لحم بتلو، بصل عدد واحد، فستوم عدد ثلاثة، فلفل رومي ملون عدد ثلاثة، شوربة لحم 4 أكواب، كريم حيواني سائل كوب، فطر معلب كوب، ملعقة كبيرة زيت السمسم، حر سائل ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة نشا مذوبة بالماء، ساطر بري رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا نحن عم نباشر كمان بتحضير هالطبق الشهي. هون رح نتناول الحلة أو الطنجرة، نحميها شوي. هون رح نضيف نحن الزيت النباتي. هون مرات نحن بنجرب نخفف شوي من الدسم، ما بنستعمل كتير سمنة أو زبدة، بنجرب هيك نخفف علينا لحتى ما نزيد دهون. هون نحن نفرم البصل إلى جوانح، لكن هون البصل إلى جوانح رفيعة، وكمان الثوم بنفس الطريقة كمان نفرمهم ونضيفهم مع البصل. يا سلام، بس نفرم البصل والثوم نحس حالنا فعلا الطبخة بلشت تتجهز أو نحضرها. هون كمان نحن رح نضيف البصل والثوم، كمان عندنا الفليفلة الملونة خضرة حمرة صفرة بتعطي شكل كتير حلو. هم نفرمهم إلى شرحات رفيعة، أنا هون استعملت الفطر المعلب، فطر المعلب طيب كتير، هلا أكيد الطازة طيب، بس في أطباق بروح مع فطر معلب بحس حالنا هون كلها إنه هل في هالقرشة الطيبة، مشان هيك أنا بدخل دايما على الوصفات يا فطر طازج إذا كنا بحاجة أو كان فطر معلب ما بيأثر. هون رح نحرك البصل والثوم، كمان رح نضيف الفلافل الملونة معها كمان. هون كمان تحريك الطبق، الفلافل الملونة دايما نجهزها حتى تدبل. كمان هون نحن رح نضيف مع الفطر او رح نضيف مع الفليفلة الفطر معلب. هون في عنا كمان لحم البتلو، بدنا نقطع لراس عصفور، هون لكن اللحم الحمرا الطري من دون دهون او دهون قليله جدا جدا، بدنا نقطعها تنزيدها مع طبق الشهي. هون كمان عم نقطع البتلو الى قطع راس عصفور. يا سلام، كمان رح نغير الكوانتي، دائما النظافه واجب علينا مشاهدينا. خشب الحمراء للحمة، خشب الخضراء لكل أنواع الخضار، من غسلي دايما من قتل التاني لازم تكون دايما نظافة المطبخ، لأنه في حالة تسمم كتير عم بتصير
من وراء قلة النظافة، فمشان هيك نحن دائما بنركز النظافة والتعقيم والتطهير دائما بمواد خاصة للطاولات والسكاكين والخشب القديم اللي بس تكون شقة رموها بالزبالة مشاهدينا، لأنه بكون فيها بكتيريا كتير، واشتغلوا دائما على حرارة معتدلة لحتى يطلع الأكل يستوي على مهله، وبس يكون الأكل سخن ننطره تبرد ونحطه بعدين بالثلاجة، ما تخلوه برا. هون هيك نحن تتبيل المزيج كله مع بعضه البعض. أنا هون كمان أضيف اللحمة قطعناها إلى رأس عصفور، إضافة الزعتر البري، الملح، في أطيب من الملح اللي هو يعد ملك المطبخ، يعني ما في أكل إلا ما بنحط ملح مشاهدينا. والملح سبحان الله إذا كترنا كمان مش طيب، وإذا قللنا كمان مش طيب، وهالشي بيجي حسب الرغبة. ولكن الأوريغانو تحريك كل الجهاد، يا سلام. نحن عم نقلي مشاهدينا بنحس فعلا انه اليوم كيف الطبخة طيبة من وراء الاضافات البسيطة. يعني الفليفلة اول شيء بحب اعطي التفات نظر انه الفليفلة هي غنية بالفيتامين سي، اقوى من الليمون واقوى من الكيوي. قد ما فيكم كله فيتامين سي، لكن بالسلطة او كمع ساندويش او ني، يبقى عندكم جميع انواع السخونات او الامراض، وبيحميكم كمان من مرض الجريب او الرشح او الزكام. فهون نحن عم نضيف البصل والفليفلي وقليل من الثوم مع اللحم حتى ندبنهم. هون رح نضيف كمان نحن زيت السمسم، زيت السمسم اللي بيعطي نكهه ومذاق رائع. كمان حر سائل، لما لا زيت الحار مشاهدينا نكهه صغيره بالاكله بتكون طيبه مش بطاله. كمان تحريك مستمر، ننتبه هنا عم نحرك. نحن هون جهزنا مرقة البقر، ولكن نحن بدنا نحرك اللحمة. دايما ممكن نستعين بواسطة مكعبات، أو كمان إذا عندنا كان لحمة عم نسلق كان شقفة روستو أو شقفة لحمة عم نستويها بالسلق، نخبي ميتها ونرجع نستعملهم بأي طبخة. وطبعا المكعبات نضوفها بشوية ماء سخنة، هالشي أسرع شي وأحلى شي. هون نحن رح نضيف مرقة البقر، وأكيد ضفنا الملح والفلفل، كريمة، بعد في عنا نحن الكريم الحيواني والنشا، مش رح نضيفهم هلا. الكريمة دائما بنضيفها بالاخر من بعد ما تستوي ومن بعد ما تغلي مزبوط 3-4 دقائق بنطفي عليها، وهيك بنحصل على الكريمة بلا ما تبرغل معنا. في كثير اسئلة بيجونا مشاهدينا انه ليش مرات بنحط الكريمة بتبرغل، لازم نضيف دائما الكريمة بالاخر ونحركها تحركة سريعة وخلال دقيقتين ثلاثة بنكون طافيين عليها. نحن بهالوقت مشاهدينا بده تقريبا بعد شيء 4-5 دقائق حتى تغلي مزبوط، واكيد رح يكون في عنا طبق ثالث لذيذ وشهي. بس رح نروح لفاصل اعلاني ونعود معكم بعد قليل.